يسرني بداية أيها الحضور الكريم أن أعرب لكم عن عميق التقدير وخالص الشكر إذ تساهمون معنا ونحن في شهر التراث في وضع الاستراتيجيات الوظيفية لحماية تراثنا الثقافي الذي يشكل إحدى أهم العلامات الحضارية لبلادنا أولاً، ولأنه العنوان الأكبر لهوية وأصالة الشعب الجزائري على امتداد قرون خلت. ومن أجل ذلك اعتبرت وزارة الثقافة والفنون أن هذه المسؤولية الوطنية الكبرى ليست منوطة بقطاع دون آخر، وإنما تلتقي من أجلها قطاعات مختلفة وتتضافر في سبيلها كافة الجهود والإرادات التي تطلع بهذا الدور الثقافي والحضاري والأمني على حد سواء. من أجل هذه المعاني الكبرى جاءت هذه الدورة التكوينية لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية تحت شعار حماية التراث الثقافي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الفترة الممتدة من 7 إلى 16 ماي 2023، والتي عرفت مشاركة ما يزيد عن 80 إطارا أمنيا من مختلف الأسلاك النشطة في ميدان حماية التراث الثقافي بمعدل 20 إطارا عن كل سلك أمني على غرار حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية، إطارات الدرك الوطني، ضباط الأمن الوطني، إلى جانب إطارات الجمارك الجزائرية. لقد كان من أولويات قطاعنا الوزاري في هذه الدورة التكوينية تكثيف التأطير البيداغوجي للإطارات المشاركة مع وضع خطة عمل ناجعة وفق استراتيجية وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى تدعيم المعارف والخبرات لدى شركائنا الأمنيين في مجال حماية التراث الثقافي. ولذلك جرى العمل على إثراء برنامج التكوين من خلال عرض تجارب المؤسسات المتحفية كالمتحف الوطني بالصيف والمتحف العلومي البحري، إلى جانب التجارب الميدانية ولمؤسستي الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية وديوان حظيرة الأطلس الصحراوي كمؤسستين عاملتين في ميدان حماية التراث الثقافي والمواقع الأثرية، مع حضور للمركز الوطني للبحث في علم الآثار وكذلك معهد الآثار بجامعة الجزائر 2، الذي عرض تقنيات التعرف وكشف التقليد في المجموعات أو مجموعات النقد الأثرية، ناهيك عن الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية مع تقديم الشروحات الوافية من طرف المختصين والخبراء. إن هذا الجهد الدؤوب والمشترك لكافة هذه القطاعات والهيئات إنما يسبو إلى من أجل الغاية الكبرى التي نجتمع من أجل تحقيقها، ألا وهي صون تراثنا الوطني من كل أشكال الاعتداء أو المساس به وتثمينه وتحسيس المجتمع المدني والمواطن الجزائري خاصة بأهميته وضرورة العناية به على أكمل وجه، والتأكيد على أنه رمز من رموز الهوية والسيادة الوطنية بما يترجم حرص الدولة الجزائرية على حماية التراث الثقافي في ضوء التوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. السيدات الفضليات السادة الأفاضل، إن روح التوافق وفق التشاركية المتاحة والضرورية التي تميزت بها هذه الدورة بإشراك مختلف أسلاكنا الأمنية ضمن ورشة واحدة، لا شك أنها مكنت كل المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب، وذلك بغية رفع التحدي معا من أجل الوقوف والتصدي ومكافحة جرائم المساس بالتراث الثقافي بما يتيحه القانون وعلى أساس اليقظة المطلوبة. فظاهرة المتاجرة بالممتلكات الثقافية تعتبر ثالث نشاط إجرامي بعد التجارة بالأسلحة والمخدرات، وهو الأمر الذي يدفعنا أمام خطورة هذه التجاوزات والجرائم إلى مضاعفة الجهود من أجل العمل على تنفيذ اتفاقية مشتركة وإنشاء لجنة وطنية وإقليمية تعمل كمجموعة واحدة للدفاع على تراث الأمة الجزائرية والمضي قدما في معالجة كافة القضايا والإشكالات المتصلة بتراثنا الممتد في التاريخ والجغرافيا. أيها الحضور الكريم، تأكيداً على هذا الالتزام الوطني، سنشرف في هذا الحفل الختامي لهذه الدورة على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق
اتفاقية اليونسكو لعام 1970 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، وهي اللجنة التي ستتولى ضمن مهامها مراقبة تنفيذ اتفاقية اليونسكو وإرشاد السلطات الوطنية والإقليمية في مجال نقل وتصدير ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وكذا وضع الشركاء الدوليين ضمن شبكة للتنسيق من أجل تشاور أفضل قصد إيجاد السبل لتطلعاتنا المشروعة في مجال حماية التراث الثقافي. السيدات الفضليات السادة الأفاضل، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أجدد أسمى عبارات الشكر والتقدير لكل المؤثرين من الدكاترة والأساتذة الباحثين، وكذلك عبارات وزارة الثقافة والفنون وفي مقدمتهم مديرية حماية القانونية للممتلكات الثقافية، والذين بذلوا الجهد المطلوب لتعزيز خبرات عباراتنا الأمنية. والشكر موصول إلى مدراء المتاحف الوطنية وكذا المؤسسات التراثية التي فتحت أبوابها ورافقت هذه الدورة التكوينية التي أرسلت تقليدا أساسيا في مجال حماية التراث الثقافي. أرجو لهذه المساعي الوطنية كل النجاح، وأعلن عن اختتام الدورة التكوينية تحت شعار حماية التراث الثقافي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لعام 2023. تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.